بحلقة اليوم راح نتكلم عن فيلم غريب قصته تشبه قصة مسلسل لعبة الحبار، ولكن هذا الفيلم تم إصداره قبل مسلسل لعبة الحبار. التشابه فيما بينهم كبير جدا، ولكن صدقني يا عزيزي المشاهد أنه لو حضرت هذا الفيلم راح تقول أنه لعبة الحبار لسه ألطف وأرحم من كمية الرعب النفسي اللي بهذا الفيلم. اليوم راح نتكلم عن الفيلم الغريب As the God Will أو كما يشاء الله، وراح نشوف أوجه التشابه بينه وما بين لعبة الحبار ونكشف أرعب الألعاب اللي فيه. ما نطول عليكم أكثر، نقول بسم الله ونبدأ حلقة. في بداية الفيلم يظهر ثلاث طلاب، شون، أمايا، وإتشيكا، ويظهر صوت شخص في الخلفية وهو يشكو لله عن حياته إنها مملة. في المشهد اللي بعده نشوف شون هو وأصدقائه في غرفة من غرف الكلية، وفي معاهم دمية شكلها مرعب واسمها داروما، وكانت تجبر الطلاب إنهم يلعبوا معاها لعبة. اللعبة كانت داروما سانجا كوروندا، أو بالعربي نفس لعبة ريد لايت جرين لايت اللي كانت في لعبة الحبار، وكان شكل هذه الدمية مرعب جدا وما إلها إلا رأس فقط، كانت واقفة على الطاولة قدام الطلاب، تلف الدمية رأسها بعد ما تغني، وإذا شافت أحد تحرك تقتله وتحوله لكرات صغيرة لونها أحمر، على ما يبدو إنها كرات من الدم. وللتذكير هذا الفيلم كان قبل مسلسل لعبة الحبار. بدأ الطلاب يحسوا بالرعب لأنهم مش عارفين قواعد اللعبة حتى، ممكن ينتهي فيهم الأمر مثل زملائهم اللي ماتوا. الطلاب بلشوا يموتوا واحد ورا الثاني والعدد كان يزداد أكثر. اثنين من الطلاب حاولوا يفتحوا الباب ولكنهم اكتشفوا أنه مغلق تماما. الدمية شافتهم يتحركوا وقتلتهم على الفور. فجأة واحد من الطلاب يدعى بالجيمر لاحظ أنه مكتوب على ظهر الدمية اللعبة سوف تنتهي إذا ضغطت على الزر، وأخبر أصدقائه بهذا الشيء. فجأة ركض أحد الطلاب بسرعة عشان يضغط على الزر، ولكن الدمية التفت وقتلته على الفور. شون لاحظ أنه في تايمر على ظهر الدمية وأنه ما معاهم وقت كافي. الطلاب بعد ما سمعوا هالشيء حاولوا يضغطوا على الزر بأقصى سرعة ولكنهم ماتوا كلهم. في النهاية تبقى فقط شون والجيمر، وباقي الطلاب تحولوا لكرات من الدم. الشيء اللي صعب عليهم يوصلوا للدمية بدون ما ينزلقوا بسبب الكرات. الوقت بدأ ينفذ. الجيمر خطرت له فكرة، قال لشون يستخدم ظهره لحتى يقفز فوق الجثث ويوصل للدمية ويضغط على الزر بسهولة. شون وأخيرا يضغط على الزر وتنتهي اللعبة. وبينما كان شون وصديقه يحتفلوا بالفوز، الدمية أعلنت أنه شون هو الوحيد اللي فاز باللعبة وقتلت الولد الثاني. بعدها تظهر لقطة فلاش باك لشون وهو جالس في بيته يلعب ألعاب الفيديو ويقلب على القنوات وكان حاس بالملل. ومن بعدها نشوف شون وصديقه الجيمر هم رايحين للكلية وشافوا أمايا الولد المتنمر وكالعادة كان يضرب الطلاب. في داخل قاعة الطلاب شون كان نايم، بعدها صحي على صوت مفاجئ. فجأة رأس المعلم انفجر بالكامل وظهرت دمية داروما. من بعدها تستمر الأحداث لحد ما وقفنا وفاز شون باللعبة الأولى. شون بدأ يدعو الله أنه يرجعه لحياته الطبيعية والمملة. داروما سمى شون بالفأر وأنه القط قادم الآن لحتى يقضي عليه، بما معناه أنه يلمح أنه في لعبة ثانية بالطريق. فجأة تظهر إتشيكا وتفتح الباب، تدخل على شون وهي مرعوبة من الشيء اللي صار. شون سألها إذا كانت تعرف إيش اللي صاير، ولكنها وهي مصدومة مثله تماما. حاولوا الاتصال بالشرطة ولكن ما في إشارة بالمكان. حاولوا يهربوا من المكان ولكن جميع الأبواب كانت مغلقة. بعدها توجهوا لغرفة كرة السلة ليتفاجأوا أنه في مجموعة طلاب موجودين هناك ولابسين زي على شكل فئران. بعدها شافوا عبارة كانت مكتوبة على الأرض وكانت تقول ضع الجرس للقطة لحتى تنتهي اللعبة. من بعدها أمرهم أحد الطلاب أنهم يلبسوا زي الفئران، وفجأة أرضية الملعب تنفتح وتظهر قطة عملاقة من تحت الأرض. بدأت تاكل الطلاب واحد ورا الثاني، الشيء اللي خلى الطلاب في حالة رعب من الموقف اللي صار. شون لاحظ أن الكرة على شكل جرس وعليها تايمر. من بعدها بدأ ينبه الطلاب أنهم لازم يمرروا الكرة بالسلة اللي حوالين القطة عشان تنتهي اللعبة. واحد من الطلاب كان بارع جدا بكرة السلة، رمى الكرة باتجاه السلة، ولكن القطة أمسكتها بآخر لحظة ورمتها على الطالب وقتلته على الفور. شون كان عبقري ولاحظ أن القطة تهاجم فقط اللي لابسين زي الفئران. من بعدها طلب من الطلاب انهم ينزعوا الزي بسرعة. للحظات يبدو ان القطة قد هدأت، ولكن لما بدأوا الطلاب يحتفلوا اهجمت القطة مرة ثانية والتهمت طالب ثاني. الطلاب أصابهم الرعب وبلشوا يصارخوا ويهربوا مرة ثانية. هنا شون قرر يرتدي زي الفئران عشان يشتت نظر القطة، واكتشف بعد ما ارتدى الزي انه هو يقدر يسمع صوت القطة. وطول هالوقت كان القطة المسكين يطلب منهم انهم يفركوا ظهره عشان يقدر ينام. على الفور يصعد شون فوق ظهر القطة وبدأ يفرك ظهرها وطلب من باقي الطلاب انهم يساعدوه، ومن بعدها القط بدأ ينام. شون امسك الكرة عشان يرمي
يرميها بالسلة، ولكن الطلاب أوقفوه للأسف وخربوا كل شيء سواه شون، لأنهم كانوا يعتقدوا أنه فقط الشخص اللي راح يدخل الكرة بالسلة هو اللي راح يفوز، وبلشوا يتضاربوا بسبب الأنانية لحد ما صحت القطة. هنا القطة بلشت تهاجم الطلاب مرة ثانية. شون خطرت له فكرة ثانية، أخذ إتشيكا لغرفة الكرات وأخفى الجرس بداخل كرة سلة عادية عشان يخدع القطة، ولما رمى الكرة واعتقد أنه نجح، للأسف الكرة ما دخلت في السلة، ولكن فجأة يظهر أمايا ويدخل الكرة بالسلة في آخر لحظة وينقذ الجميع بطريقة بطولية مع أنه متنمر. القطة فجأة تعلن أنه شون وإتشيكا وأمايا هم اللي راح يظلوا على قيد الحياة، فشون يسأل عن مصير اللي خسروا، ولكن قبل ما يحصل على الجواب من القطة أمايا يقتل باقي الطلاب. أمايا يقول بعدها الأقوياء فقط هم الذين يستطيعون النجاة، ويروح لعند شون ويقول له أنه كلاهما متشابهين وعندهم القوة للنجاة في هذه اللعبة. إتشيكا ترد على أمايا وتقول له أنه مخطئ لأن شون هو ألطف وأذكى وأقوى منه. أمايا يغضب جدا من كلام إتشيكا ويحاول يقتلها، ولكن فجأة القطة تنشر غاز غريب يخلي الجميع يفقد الوعي. في المشهد اللي بعده تظهر نشرة الأخبار وهي تنشر تقرير عن الحادث اللي صار بهذه المدرسة، وبعض وسائل الإعلام طلعت مع بروفيسور من أحد الجامعات وذكروا أنه اللي قاعد يصير هو غزو للبشرية من قبل الفضائيين، ومن بعدها ظهر أنه جميع الألعاب اللي لعبوها الطلاب تم بثها في جميع أنحاء اليابان. بعدها الطلاب يلاقوا نفسهم بداخل غرفة مصنوعة من الجليد، ويدخل عليهم دب قطبي عملاق بيعرف بنفسه ويقول أنه يكره الأشخاص اللي كذبوا أو الأشخاص اللي قلوبهم سودة، وفي خلال هذه اللعبة اللاعبين لازم يسووا شيء واحد فقط، لازم أنهم يقولوا الحقيقة، إذا سووا عكس هذا الشيء فراح يموتوا. تبدأ اللعبة ويسأل الطلاب إيش طعامهم المفضل، بعد ما يجاوبوا الدب يشتبه أنه في شخص كذب وما قال الحقيقة، من بعدها يعطيهم دقيقتين فقط ليقولوا مين هو الشخص اللي كذب. في البداية الجميع دافع عن جوابه، لكن في النهاية أشاروا للشخص اللي جاوب أنه طعامه المفضل هو البقدونس. بعدها الدب يقضي عليه. السؤال الثاني، الدب يسأل المتسابقين إذا كانوا يحبوا شون ولا لا. كل الأشخاص اللي يعرفوا شون قالوا نعم، والأشخاص اللي ما يعرفوه جوابهم كان لا. الدب قال لهم إنه في شخص كذب ولازم يقولوا مين هذا الشخص اللي كذب كمان مرة. جميع المتسابقين قالوا إنه تاكومي هي الكاذبة لأنه شون وتاكومي ما كان في بينهم تواصل منذ الطفولة، وبينما شون كان يحاول بأقصى جهده إنه ينقذ تاكومي الدب قتلها على الفور. شون تحطم بسبب خسارته لصديقته، وأشار للدب وقال له إنه هو الشخص الوحيد الكاذب بينهم وإنه الجميع كان جاوب جواب صحيح، واتضح فيما بعد ان كلام شون كان صحيح، وبدأ يتغير لون الدب من الابيض للون الاسود، وبعدها تم كشف كل الكذبات وتنتهي اللعبة ويتم نقل المتسابقين اللي نجوا للعبة الاخيرة. المتسابقين الخمسة المتبقيين يتم نقلهم إلى معبد، بعد ما يفتح الباب تظهر ثلاث دمى خشبية وترحب فيهم وتهنيهم لوصولهم لهذه المرحلة. الدمى الثلاثة يقدموا أنفسهم على أنهم يمثلوا اللياقة والذكاء والخيال، ويكشفوا اللعبة الأخيرة وهي باسم أركل العلبة حتى تنتهي. واحد من المتسابقين راح يكون الشيطان والبقية راح يكون الضحايا، بينما يضع الشيطان العلبة في المكان المحدد الضحايا راح يكون عندهم وقت للاختباء. بعدها الشيطان لازم يلاقي الضحايا ولازم يذكر أسماءهم بعد ما يشوف وجههم، ومن بعدها يقدر يحبسهم بداخل للزنزانة. إذا قدر يحبسهم كلهم ويركل العلبة راح يكون الفائز باللعبة، أما إذا واحد من الضحايا ركل العلبة فباقي الضحايا راح يكونوا الفائزين والشيطان راح يخسر، ولكن الضحية اللي ركل العلبة راح يموت لأن العلبة راح تنفجر. الخمسة يأخذوا عصيان صغيرة واللي تطلع لها العصا اللي لونها أحمر راح يكون هو الشيطان. أمايا يأخذ العصا الحمراء ويكون هو الشيطان. يأخذ العلبة وبسرعة يحطها بمكانها ويبدأ يبحث عن البقية. يقدر يلاقي أول اثنين بسرعة كما هو متوقع من أمايا. إتشيكا قررت تضحي بنفسها وتشتت انتباه أمايا لحد ما شون يهرب. بعد ما يحبس إتشيكا أمايا يقول إنها مش بحاجة يلاقي شون عشان يفوز باللعبة. فجأة يظهر شون وهو لابس بدلة مدرعة وكان يخفي وجهه من خلالها. شون يقول لأمايا إنه من المستحيل يحبسه لأنه وجهه مغطى. أمايا يبتسم ويقول لشون يا للسخافة ويسحب القناع من وجه شون. وبينما أمايا متوجه للعلبة عشان يركلها يكتشف إنه شون ربطه بالسلسلة الحديدية، وفجأة شون يقفز للماء ويسحب معاها أمايا. وبينما أمايا يحاول إنه يسحب شون يكتشف إنه شون نزع البدلة وتوجه للعلبة عشان يركلها. أمايا يفك نفسه ويركض للعلبة، ولكن شون يركلها قبله. الاثنين يستعدوا للانفجار ولكن العلبة ما انفجرت. اللعبة انتهت أخيرا والدمى أعلنت أن الجميع قد فازوا باللعبة إلا أمايا، وأعلنوا أن الانفجار كان مجرد خدعة لحتى يخلوا اللعبة مشوقة أكثر. أمايا يمسك الدمية بغضب ويقولها أنه من المفروض ما يموت. فالدمية تضحك وتقول له ليس من المفروض أن يموت أحد. تظهر ألعاب نارية ويتم تهنئة المتسابقين باللعبة، والدمى تقدم للمتسابقين الحلوى. بعد ما أنهوها لقوا شيء مكتوب على الخشب. الدمى قالت أنه بما أنكم وصلتوا لهذا الحد المحظوظين فقط هم اللي راح يبقون على قيد الحياة. أمايا وشون طلع مكتوب عندهم ستبقون على قيد الحياة، أما البقية بمن فيهم إتشيكا فكان مكتوب عندهم سوف تموتون. من بعدها الدمى تقتل المتسابقين اللي خسروا. شون ينظر لإتشيكا برعب وهي تختفي. يظهر شون وأمايا من فوق المكعب والناس تحييهم على صلابتهم وقوتهم في اللعبة.
أمايا يشعر بالفخر، أما شون فهو مصدوم تماما من اللي صار. أتمنى يا أبطال تعطوني رأيكم بالفيلم بالتعليقات، ومين تشوفوا أفضل، هو ولا لعبة الحبار؟ وأبطالي إذا حبيتوا فكرة التنويع بالقناة، فأنا سويت قناة ثانية راح أتكلم فيها عن أغرب القصص اللي بالأفلام والمسلسلات. راح تكون هذه القناة مختصة بالأفلام والمسلسلات، وراح نزل فيها أشياء ممتعة جدا. راح تلاقوا رابط القناة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. اشتركوا فيها يا أبطال، وراح أبدأ النشر فيها بعد أول 1000 مشترك. وبس والله، شكرا على المشاهدة يا أبطال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان معاكم أخوكم داستن، ويعطيكم ألف عافية، وأشوفكم في مقطع جديد.